فبما أنك أثبتت سمعا لا يماثل سمع المخلوقين، وأثبتت لله بصرا لا يماثل بصر المخلوقين، إلى وصلت سبع، يجب عليك أن تثبت رحمة لا تماثل رحمة المخلوقين، وعلوا لا يماثل علو المخلوقين، واستواء لا يماثل استواء المخلوقين. فما قلته في صفاتك السبع فيجب عليك أن تقوله في بقية الصفات، وإلا أنت متناقض. طبعا سيقول هو لا يا أخي، أنا الصفات التي أثبتها إنما أثبتها على الوجه اللائق بالله. قل طيب، والصفات التي نفيتها يجب عليك أن ترجع وتثبتها على الوجه اللائق بالله. فإن قال لا يا أخي، إن الصفات التي نفيتها لو أثبتها لاستلزم إثباتها مماثلة الله بخلقه. فقل طيب، والصفات التي أثبتها تستلزم أيضا مماثلة الله بخلقه، فيا تثبت الجميع وتريحنا، ولا تنفي الجميع وتروح مع المعتزلة. أما تقعد تلعب على الحبلين تثبت بعض وتنفي بعض، هذا خطأ. فإذا ما يستطيع الأشعري أن يجيب عليه، بل إنك تقول له هل المعتزلي الذي ينكر الصفات كلها راض عليك يا الأشعري في إثبات السبع؟ هل المعتزلي راضي عليك في إثبات السبع؟ المعتزلي يقول يا أخي اللي قواك إنك تنفي وتنكر الصفات كلها هذه، السبع بقيت انكرها وتعال معنا، حطلها بحال بعينك الله، أطلها خلك معنا أحسن لك، لا قد يلزمك أهل السنة. هل الأشعري سيوافق المعتزلي على نفيها ولا سيدافع عن صفاته التي أثبتها؟ أجيبه، سيدافع عن صفاته التي أثبتها. يقول العلماء إن دفاع الأشعري عن صفاته التي أثبتها هي رد السني عليه في الصفات التي نفاها. العشري ممسوك ماسكها المعتزلة بإثبات السبع وماسكينها بالردود. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، يقول فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقصد من؟ يقال له كما يقوله هو لمخالفه اللي هو من؟ فيما أثبته. يقول أي قول يقوله الأشعري ردا على المعتزلي دفاعا عن صفاته السبع فهو بعينه رد السني على الأشعري في الصفات التي نفاها، لأن القول في الصفات قول واحد. فإذا كانت صفة السمع إثباتها لله لا تستلزم مماثلة الله بخلقه، فإذا جميع الصفات إثباتها لا يستلزم مماثلة الله بخلقه. وأما أن تجعل بعض الصفات إثباتها يستلزم والبعض الثاني لا يستلزم فهذا تناقض.